في 2050. هذه السنة هي بداية دخول اليوتيوب في الساحة. طبعا نحن موجودين في المجال التقني. أنا ذيك الأيام كنت يعني مطور في الباك إند والفرونت إند، موجود في 2005 وحاصل على شهادة من أدوبي في استخدام تول اسمها دريمور. ففي تلك الفترة نحن كلنا يعني كتقنيين نعرف إنه الفيديو الموجود في اليوتيوب هو عبارة عن تقنية مستخدمة لعرض الفيديو. هذه التقنية تم تطويرها من شركة اسمها ماكرو ميديا، والتي في 2005 تم بيعها من يعني تم بيع ماكرو ميديا إلى منافستها اللي هي أدوبي. تمام، في ذيك الفترة أدوبي، جوجل وأكثر من شركة طلعوا في الساحة في التوقيت اللي بدأت سرعات الإنترنت، سرعات الاتصال حق الإنترنت في الازدياد. يعني هذيك الفترة كانت أعلى سرعة ممكن تكون موجودة 1 ميجا مثلا. تمام، فالشخص العادي ممكن يتحصل على 128 256 512 كي. تمام، ففي ذيك الفترة بدأت السرعات تزيد، وبدأت التقنية اللي هي ماكروميديا وأدوبي كملت عليها إنه تعمل كومبريشن للفيديو، بحيث إنه ممكن الفيديو هذا حجم الملف تبعه يكون صغير جدا. تمام، وبالتالي ينعرض في الويب. تمام، عن طريق الفلاش بلاير. وفي تلك الفترة الفلاش بلاير كان له مستقبل، يعني كان له مستقبل واعد، وكان يعني في منتجات كثيرة حوله، لأنه هو يعتبر كأنه زي المخرج لخدمات ومنتجات كثيرة. ولكن في تلك الفترة مع كل الشركات اللي موجودة هذه اللي هي المصنعة للتقنية والمنتجة والمخترعة موجدة لهذه التقنيات، ولكن كلهم فشلوا فإنهم ينقلوا هذه التقنية إلى الواقع. والذي نجح في نقل هذه التجربة للواقع هو يعني شخصين ثلاثة فتحوا اليوتيوب كمشروع خاص. وهذه التجربة نحن شفناها يعني، وهي تبدأ وتنجح وتهزم الجميع. وفي النهاية جوجل قفلت جوجل فيديو واشترت اليوتيوب. هذه التجربة أكدت إنه النجاح يجي من هذا الواقع، ما يجي من أصحاب التقنية نفسهم، أو أصحاب يعني حتى الموجودين للفكرة. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام إنه الجامعة ما تقدر هي تطلع إنسان عبقري. المؤسسة مثلا في الكورة ما يمديها تطلع لاعب مثلا زي مارادونا، ما تقدر. حتى لو عملوا كل الاحتياطات وكل يعني فتحوا الأكاديمية وعملوا ما يقدروا يحددوا إنه الشخص الفلاني هو اللي حينجح أو المؤسسة الفلانية هي اللي حينجح. ما حد يملك النجاح.